وسط حضور رسمي لافت، احتفلت شركة حصاد فلسطين للاستثمار والتسويق الزراعي بافتتاح مصنعها الأحدث في المنطقة لتغليف وتعبئة التمور في منطقة الجفتلك في محافظة الأغوار. إدارة الشركة أكدت لوطن أن استثماراتها الضخمة في مجال التمور تأتي بعد أن أثبت التمر الفلسطيني مكانته في الأسواق العالمية، لكن وجود مصنع فلسطيني هنا في منطقة الجفتلك المستهدفة من قبل الاحتلال ليس بالأمر السهل. حصاد اليوم عم بتشغل أحدث مصنع لفرز وتعبئة التمور المجهول الفلسطينية، هو الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط من حيث جودة التمور ومن حيث الكميات المنتجة يوميا. إحنا اليوم نعيش في ظروف صعبة، ليس فقط موضوع منطقة سي وإنما كمان موضوع الكورونا. إقامة مصنع بهاي الظروف بظل هاي المعضلات الموجودة، أنا وجهة نظري هو إثبات أنه القطاع الخاص الفلسطيني عنده القدرة والإرادة والعزيمة أنه ينفذ وينجز على أرض الواقع ويكون أساسي في بناء لبنة الدولة الفلسطينية ودعم ورفض الاقتصاد الفلسطيني وأيضا خلق فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني. الاحتلال أنت بتعرف أنه كانوا يعتقلوا كل من يزرع شجرة واحدة، اللي كان يزرع شجرة واحدة مجهول كان الاحتلال يعتقله من أجل من وين جبت هاي الشجرة. إحنا اليوم الحمد لله عندنا مئات الآلاف الأشجار والطمور، كله هذا بإرادة الشعب الفلسطيني المصمم على الصمود والبقاء. افتتاح مصنع حصاد بأحدث المعدات والتقنيات وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني يحمل رسائل كثيرة، لا سيما وأن التمور الفلسطينية باتت تنافس عالميا وحجزت مكانة لها في الأسواق العالمية. هاي رسالة جديدة عم ببثها الشعب الفلسطيني، رغم ظروف الكورونا، رغم ظروف الحصار، رغم المشاكل الاقتصادية نتيجة الضغط الأمريكي والإسرائيلي ومن لف لفهم، إلا أنه أصالة الشعب الفلسطيني، أصالة القطاع الخاص الفلسطيني، وأنا هون بقول عندنا قطاع خاص وطني عنده حس وطني عالي جدا، في أقصى الظروف عم نفتتح مشاريع. الأسبوع الماضي فتحت في المنطقة الصناعية بأريحة 3 مصانع، اليوم عم نفتتح مصنع جديد بيمثل أحدث تكنولوجيا بالعالم. يعني قطاع التمور هو من القطاعات الرئيسية الزراعية في فلسطين، ويعني حجم الصادرات للأسواق الخارجية يشكل التمر منها ما نسبته تقريبا يعني حوالي 50%، يعني 40 إلى 50%، وهذا يؤكد على أهمية هذه السلعة، وتحديدا أننا نتحدث عن منطقة الأغوار كبيئة زراعية لهذا المحصول. وهذه هي رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني وبالرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في منطقة الأغوار، إلا أن هذا النموذج هو رسالة تقول للعالم بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة. وتأسست شركة حصاد في عام 2010 من قبل مجموعة من المستثمرين الفلسطينيين لإدارة عدد من منشآت إنتاج التمور ومعالجتها، بما في ذلك مزرعة التمور العضوية ومصنع معالجة التمر في الجفتلك ومصنع معجون التمر العجوة، كما تعتبر حصاد المصدر الرئيسي لتمر المجهول الفلسطيني إلى العديد من بلدان العالم. للتلفزيون وطن، فارس الملكي.